وذكر حجاج العراق أخبار حرب الخوارج الأزارقة. كان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان قد تمكن من القضاء على والي العراق مصعب بن الزبير، وولى على الكوفة الأمير خالد بن عبد الله القسري، وكلفه بحرب الخوارج الأزارقة في الأهواز. وقام خالد بتكليف أخيه عبد العزيز لقتالهم. التقى جيش عبد العزيز مع جيش الخوارج بقيادة قطري بن الفجاءة، فانهزم جيش خالد، وكتب الشاعر عبد الله بن قيس الرقيات يهجوه بسبب خسارته. عبد العزيز فضحت جيشك كلهم وتركتهم سرعى بكل سبيل، ونسيت عرسك إذ تقاد سبية تبكي العيون برنة معاويلي. فغضب الخليفة عبد الملك وأمر بإعادة التكليف المهلب بقيادة الجيش، وأرسل أخاه الأمير بشر بن مروان على رأس مدد كبير لمتابعة القتال.